وغادي تقول الكلمه ديالها. الان نرجعوا للسؤال ديالك فرحانه، هو كي تتعرفوا هذا الفيروس الجديد، يعني بالنسبه لنا احنا في المغرب اللي كيفسر ذاك الارتفاع ديال الحالات اللي ذكرتوها، احنا هنا في المغرب دزنا بجوج المراحل اللي هي اساسيه. كانت المرحله الاولى اللي المغرب والمغاربه كلهم نجحوا فيها وبإشادة عالمية ودولية بأنه المغاربة كانوا منضبطين، والحمد لله هذاك لطو دو بروباغاسيون اللي كنهضروا عليه كان منخفض، وجميع التدابير الاحترازية كانت محترمة ودزناها بسلامة. المشكل اللي كان هي الإعلان على المرحلة الثانية اللي كان عندها بالخصوص واحد الشق اقتصادي، وهذاك الشق الاقتصادي لأنه في البداية جميع المجهولات ديال لا ملكا لا حكومة لا دولة ولا طاقم طبي ولا كل شيء، كانت المنظومة كلها يمتجة الشق الصحي، الصحة ديال المواطن هي الأولى، كل شيء تيهضر غير على جات واحد لقيتها والشق الاقتصادي بتيتضر. تما فجات المرحلة الثانية، ولكن المشكل في المرحلة الثانية كان واحد الخلط كبير عند المواطن، أغلبيتهم ماشي كل شيء، ماشي مثلا عموش أو تاني على كل شيء، ولكن أغلبية دارت واحد الخلط، وذاك الخلط جعلها باش تراحة، وقاع ذاك الشيء اللي حققناه في المرحلة الأولى مشى يعني للأسف في هذه المرحلة الثانية. وتنشوفوها كي ذكرت الأخت نادية بعجلة، فعلا راكينين بعض لأنه اللي غادي تنفع الآن مع الفيروس هي الوقاية، والوقاية كاينين واحد أربعة نقاط وردت ضفت عليها النقطة الخامسة اللي هي ارتداء الكمامات، الابتعاد الجسدي والاجتماعي، عدم الاكتظاظ وزيادة والنظافة وتعقيم الأسطح. ونزيد عليها هذا الفيروس راه كائن موجود وتتسنى هو انتهازي، تتسنى غير الفرصة فين نضرب، ومال وديمقراطي راه ما تيدير الفرق راه بين كبير صغير، راه بين امريكي ولا مغربي ولا اي حاجه، هو انتهازي وتعطي. ما خصناش نعطيو الفرص باش ينتقل، وباش يمكننا نحددو من هذا العدد اللي تتقولي الاخت فرحانه، عندنا جوج الحلول، جوج واللي في يدينا كاملين ونقدروا ندير، هي الاولى هي الوقايه. هذه الشان كيف جف في الخطاب جلالة الملك، راه هو هاد الشأن راه ديالنا جماعة وديالنا كاملين. إلا كاملنا اتحدنا وقلنا بينا وبين نحدوا هاد الفيديو وخضينا جميع التدابير باش نحدوا منه، راه غادي نجحوا كي نجحنا في المرحلة الأولى. هذا غادي يكون عنده أقل تكلفة بالنسبة للبلد. الشق داك الثاني والمرحلة الثانية واللي هي أساسية، راه إلا ما نجحناش في هاد الوقاية راه ضروري ندوزوا للحل الثاني. أشنا هو؟ هو يعني المستشفيات، وانتم تتعرفوا بانه المنظومه الصحيه والمجهودات كلها هي اللي دار لا الطاقم الطبي لا الهيئه اللي تتسهر على هذا التدبير لا وزاره الصحه، ولا كانوا مجهودات كبيره بالنسبه للامكانيات اللي عند البلد ديالنا، وتخصوا موارد كثيره. ولكن رغم هذه الموارد راه الناس اللي هما كاينين في المستشفيات كيعانيوا بزاف. علاش؟ لانه واحد كاين واحد النوع ديال الاكتظاظ، كاين واحد النقص من الطاقم الطبي، وزياده على الاسره اللي كاينه في المستشفيات. واش تخصص اونيكمون الناس ديال الكوفيد؟ وراه كاينين الناس اللي عندهم امراض وامراض مزمنه واللي تحتاج الى عنايه طبيه واللي تتبع طبي، وهنا تيوقع واحد النوع من قضيه من الهلع، وخصنا نردوا البال لانه الا ما حديناش من هذا الشيء هذا يعني. والاخت ناديه راه هي في الميدان وغادي تهضر يعني بالتفاصيل على راه ما يمكنش يعني كاع يعني المستشفيات كاع اللي موجودين الان حل وناقش